أهلا بكم مشاهدينا الكرام لهذه النشاط الخاصة والتي نخصصها إلى الهزة الأرضية التي ضربت منطقة طابلات بالبويرة، وهذا طبعا شدة هذه الهزة بلغت 5 درجات، وهذا حسب المركز الأوروبي، في انتظار ما سيتم تأكيده من طرف المركز الوطني لعلم الفلك، طبعا البحث في علم الفلك والجيوفيزياء الفلكية. إذا نربط الاتصال بسيد محمد حمداش وهو المكلف بالإعلام على مستوى هذا المركز. مساءك سعيد سيدي الكريم. شكرا. على كل حال، على الساعة 6:48 دقيقة سجلنا هزة اللي شدة تاعها بلغت إلى 5 على سلم ريشتر، والمركز تاعها وجدناه 13 كيلومتر شرق مدينة طابلات. وهذه الهزة هذه تدخل في إطار النشاط العادي الموجود في كل شمال الجزائر كما معروف، واللي هو ناتج من تقارب بين الصفحة الإفريقية والصفحة الأوروآسيا. وهاد الاماكن هذا المكان ماهوش هذه المره الاولى اللي سجلنا هزه فيه، هو في اغلب الاحيان في الماضي سجلنا في كل شمال الجزائر، لان النشاط الزلزالي على مستوى شمال الجزائر مستمر ودائم، وانما يتصنف الى من ضعيف الى متواضع، وانما في بعض الاحيان ممكن نسجل هزة من هذا النوع اللي تفوت 4.5. وصولها سيد حمداش هذه النقطة، وصولها إلى 5 درجات ربما هي الأقوى منذ عدة أشهر، لاحظنا في الأشهر السابقة ربما نشاط زلزالي وتم التعليق على أنه نشاط عادي، لكن قوة هذه الهزة حتى أنها دفعت بالحماية المدنية لولاية البويرة بيعني إعلان حالة طوارئ بها. لا، من على كل حال، في كل مكان في هزة في تدخل من طرف أعوان الحماية المدنية، وكما أشرت لي في السابق النشاط على مستوى شمال الجزائر يتصنف إلى ضعيف إلى متواضع متعادل، وهذا يعني بأن في المعدل الشهري نسجل حوالي 100 هزة، والأغلبية منهم المواطنين ما يشعروش بهم لأنهم ضعيفة، الشدة تاعهم تتراوح بين 0.2 إلى 2.53، وإنما حسب التصنيف العلمي في بعض الأحيان تكون شدة من هذا النوع أكثر من 4.5، وفي بعض الأحيان المواطنين يشعروا بهم، والشعور بالنشاط الزلزالي بالهزة هو راجع إلى التوقيت. إذا كان المواطن في حالة الارتياح في حالة هدوء يقدر يشعر بهزات أقل من هذه. واضح سيد محمد حمداش. سؤال آخر فقط، ستكون هناك هزات ارتدادية، يمكن يعني تطمين السكان بولاية البويرة وحتى بالولايات المجاورة حول الهزات الارتدادية كذلك كما يذكر الزملاء مدينة منطقة المدية كذلك، كيف يتم التعامل مع هذه الهزات؟ تفضل. في التصنيف في المراجع العلميه شده من هذا النوع تؤدي الى نشاط ارتدادي، وانما هذا راجع الى نوعيه التربه ونوعيه القوى التكتونيه. والى حد الان سجلنا 2 هزات ارتداديه ضعيفه، اذا كانت فيه هزات ارتداديه ناتجه من هذا الشده الرئيسيه ستكون ضعيفه. ما نشوفوا كيفاش تكون، في اغلب الاحيان تكون الشده تاعهم اقل، والعدد يصبح في كل التوقيت يضعف حتى المنطقه تعاود تصيب انيكيليد حول القوى التكتونيه. السيد محمد حمد واضح، نذكر فقط المشاهد بأن المنطقة بالذات هي منطقة طابلات وهي بولاية المدية، فقط إذا كان ممكن تحديد المركز بالضبط سيد محمد حمداش. المركز هو كما أشرت له 13 كيلومتر شرق مدينة طابلات اللي موجودة في ضواحي مدية البويرة تما، والإحداثيات الجغرافية تاعها موجودة على الموقع تاع المركز، وإنما لتوجيه أعوان الحماية المدنية نصنفوا المركز بتحديد الاتجاه والمسافة اللي تبعد على المدينة القريبة.
واضح المكلف. اللي هي 13 كيلومتر شرق مدينة طبرق. واضح سيد محمد حمداش المكلف بالمركز الوطني للبحث طبعا في علم الفلك والجيوفيزياء الفلكية. جزيل الشكر لك على هذا التدخل. لا طبعا شكرا يا وجه. شكرا لك سيدي على هذا التدخل. طبعا نذكر مشاهدينا فقط بأن الهزة الأرضية التي ضربت منطقة طبلات بالمدية والتي شعر بها سكان بويرة وكذلك الولايات المجاورة بما في ذلك العاصمة بلغت شدتها 5 درجات على سلم ريشتر، ولذلك كذلك تدخلت الحماية المدنية من أجل إعلان طبعا حالة الطوارئ. وحسب المتدخل معنا سيد محمد حمداش فإن هذا النشاط الزلزالي طبيعي ويرتقب أن تكون هزات ارتدادية أخرى عقب هذه الهزة. إذن شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.